ضغط مستمر من بن سعيد مبعده وصالح محمد الطراوري جويل زادي جميله عند عبد الغفور كوحي عبد الغفور يسدد جميله رائعه من عبد الغفور كوحي تسديده مباشره من خارج منطقه عمليات عبد الغفور كوحي في الزاويه البعيده على ميلود خطر بعده كان استغلال خطا من جانب وسط ميدان محمد الطراوري كونترول من عبد الغفور كوحي جميله تقدم وسدد في الزاويه البعيده ميلود خطر بدون اي حركه بدون اي رد فعل اتحاد القاسمي حسن الزرايبي كيتقدم بها يلعبها حسن الزرايبي الهدف الثاني لصالح النادي الرياضي القنيطري عن طريق حمزه الانصاري التغيير اللي قام به المدرب محمد ابو المجدوب اقحام حمزه الانصاري دائما كيدخل كاحتياطي وكيسجل الهدف الثاني عن طريق اللاعب حمزه الانصاري حسن الزرايبي اختراقه جميله تقدم سددها مشات من يد اللاعب الحارس ميلود خطر وحمزه الانصاري كيتمركز وكيسجل الهدف الثاني على بعد 5 دقائق من نهايه الوقت الاصلي للمقابله النادي الرياضي القنيطري كيتقدم بهدفين دون انصاري رجعت عند سعد طويله وخروج سريع عند حاتم طالي بهدوء ما بقاش كثير ونهايه المقابله بفوز النادي الرياضي القنيطري بهدفين دون مقابل على حساب اتحاد القاسمي هنا بالملعب البلدي بمدينه مشرع بالقصيري من بين المسائل اللي غادي مسؤول عليها شنو السر التفوق ديال النادي القنيطري في وسط الميدان اللي كتلقى الضعف ديال الفريق في بدايه الموسم ايضا كنا كنشوف واحد التغيير اللي هو حمزه الانصاري اللي قسم ما كيدخل كيعطي واحد الاضافه بكل صراحه لان وسط الميدان كنا كنعانيو منه منذ ما جاء عبد ربي لان كاين انسول ميليو تيران ديفونسيف نحاولوا بعض الوليدات نديرهم دي ماتش اميكو شاك سومين باش على الاقل يوصلوا لي كومبيتيسيون وفعلا منهم حاتم منهم بن طيب يعني اللي ادى مقابله كبيره من المنبر نقول يزيد يشتغل واللي يستحق شي حاجه غادي ياخذها ونقول كلمه اخرى نتمنى من الجمهور القنيطري ازرنا يكون هذاك التازر يكون بوزيتيف ما يكونش نيجاتيف باش نفرح باش نعاونوا هاد الوليدات اللي مازال صغار ويقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله مستقبلا طويل اكيد غادي نقولوا الكلمه ديالنا الله في الشطر الثاني من البطوله ان شاء الله الانتدابات اللي غتكون قويه اللي غنعزوا بها الصفوف ديالنا باش نكونوا ان شاء الله بارمي لي تروا بريمي ولا لي كاتر بريمي بشكل مختصر رساله للاعبين ديال الفئات السنيه وكما نقول كما شرت سابقا مع الاطار الوطني سي رشيد شروف لكل مشاهد نصيب اللي يستحق شي حاجه سواء في الفئه الصغرى سواء في يعني في ليكيب سينيور اللي يستحق شي حاجه راه غادي ياخذها وحنا هنا راه مستغلين كاسره هذا هو السر ديال التفوق ديالنا حنا كعائله نشتغلوا والهم ديالنا هو الفريق رجع للمكانه ديالو ان شاء الله.